قلبك حنين يا نبي، مفيش حنان على كوكبي. الشمس طلعت في الغروب لما بتزعل عصابي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة إن شاء الله نكمل المفرش اللي بدأناه مع بعض. وصلنا للسطر 11، اشتغلت 4 أعمدة اللي هم أساسي في كل سطر لغاية نهاية المفرش. بعد كده هشتغل فراغ وهشتغل فراغ تاني، فراغين، وهشتغل أعمدة فوق الأعمدة، 4 أعمدة. بعد كده هشتغل فراغين، فراغ فوق الفراغ وفراغ في بداية الأعمدة. وهشتغل أعمدة فوق كل عمود، عمود الفراغين دول أعمدة، وأعمدة فوق الأعمدة، وفي آخر الأعمدة هشتغل فراغ. اشتغلت الأعمدة وفي نهاية الأعمدة اشتغلت فراغ. بعد كده هشتغل 8 فراغات. في الفراغ التاسع هشتغل أعمدة. بعد كده هشتغل 5 فراغات. ده أول فراغ، التاني، تلاتة، أربعة، خمسة. هشتغل أعمدة في الفراغ، وبعدين فراغ، وبعدين أعمدة. وهشتغل 4 فراغات، فراغ فوق الأعمدة و3 فراغات فوق ال3 فراغات. اشتغلت 4 فراغات. بعد كده هشتغل فوق الأعمدة دي أعمدة،
دول 10 أعمدة اللي أنا اشتغلتهم، وهشتغل فراغ فوق الفراغ. وهشتغل في بداية الأعمدة دي 4 أعمدة. وهشتغل فراغين فوق الأعمدة. وأعمدة فوق الأعمدة دي، وأعمدة في الفراغ. وهشتغل فوق الأعمدة دي فراغين، هشتغل سلسلتين وهسيب عمودين، وفي العمود التالت هشتغل عمود، سلسلتين وهسيب عمودين، وفي العمود التالت هشتغل عمود. بعد كده هشتغل في الفراغين دول أعمدة، عمودين في الفراغ وعمود فوق العمود، عمودين وعمود فوق العمود. الوردة ابتدت تتشكل معايا. بعد كده هشتغل فراغين، فراغ فوق الأعمدة وفراغ فوق الفراغ. وهشتغل فوق الأعمدة دي 4 أعمدة. وهشتغل فراغ فوق الأعمدة برضو، هسيب عمودين، وفي العمود التالت هشتغل عمود. وهشتغل برضو 4 أعمدة فوق الـ4 أعمدة. والفراغ اللي بعد الأعمدة على طول هشتغل برضو فيه أعمدة. بعد كده هشتغل 7 فراغات، 6 فراغات فوق الـ6 فراغات، وفراغ في بداية الأعمدة. اشتغلت طبعا فراغ في بداية الأعمدة، هشتغل بقى فوق كل عمود عمود. لو عدناهم هنلاقيهم 7 أعمدة، وهشتغل برضو في الفراغين دول أعمدة. وهشتغل فوق الأعمدة دي أعمدة، وفي نهاية الأعمدة هنا كده هشتغل فراغ.
هسيب عمودين، وفي العمود التالت هشتغل عمود، بعد كده هشتغل فراغ فوق الفراغ وأعمدة فوق الأربع أعمدة. وهكمل بقى فراغين فوق الفراغين وأربع أعمدة فوق الأربع أعمدة، ونرجع نشتغل السطر الـ12 مع بعض. وصلت للسطر الـ12 واشتغلت الأربع أعمدة اللي في أول السطر، هشتغل بقى 3 فراغات. وبعدين هشتغل أعمدة في الفراغ الرابع، وهشتغل فراغين، فراغ فوق الفراغ وفراغ فوق الأعمدة. وبعدين هشتغل 4 أعمدة وفراغين، وبعدين 4 أعمدة وفراغ، كل ده طبعا فوق الأعمدة. بعد كده هشتغل 6 فراغات فوق الـ6 فراغات دول، وفي الفراغ السابع ده هشتغل فيه أعمدة. نرجع نكمل. بعد ما اشتغلت أعمدة في الفراغ هشتغل فوق كل عمود عمود، يعني دي كلها كده هكملها أعمدة، فوق الأعمدة أعمدة، وفي الفراغ برضو اللي هيقابلني ده أعمدة، وفوق الـ4 أعمدة دول 4 أعمدة. بعد كده هشتغل 4 فراغات، فراغين فوق الفراغين وفراغين فوق الأعمدة. وهشتغل في الفراغين دول أعمدة، وهشتغل فراغ في بداية الأعمدة، هسيب عمودين وفي العمود التالت هشتغل عمود، وهشتغل فوق كل عمود عمود، دول 7 أعمدة. وهشتغل فوق الفراغين دول فراغين،
ده أول فراغ وده تاني فراغ، وهشتغل برضو فوق الأربع أعمدة دول، أربع أعمدة. وفوق الفراغ فراغ، يعني عندي كده 3 فراغات فوق بعض. بعد كده هشتغل أعمدة فوق الأعمدة دي كلها. بعد كده هشتغل 5 فراغات، 4 فراغات فوق الـ4 فراغات، وفراغ فوق الأعمدة. وهشتغل أعمدة في الفراغ اللي بين الأعمدة ده. بعد كده هشتغل 5 فراغات، فراغ فوق الأعمدة، و4 فراغات فوق الـ4 فراغات، وهشتغل بقى أعمدة في الفراغ السادس، وهشتغل فراغ فوق الـ4 أعمدة، وأعمدة في الفراغ اللي بعدها على طول. بعد كده هشتغل 9 فراغات، هشتغل فوق الـ8 فراغات دول، 8 فراغات، وفي بداية الأعمدة هشتغل فراغ. بعد ما اشتغلت فراغ في بداية الأعمدة هشتغل 4 أعمدة. وبعدين هشتغل فراغين وكمان 4 أعمدة. كل ده طبعا فوق الأعمدة اللي في السطر اللي قبله، زي بداية السطر بالظبط. وفي آخر الأعمدة برضو هشتغل فراغ. وهشتغل فراغ فوق الفراغ، والفراغ اللي بعده هشتغل فيه أعمدة. بعد كده هشتغل 3 فراغات وأعمدة فوق الـ4 أعمدة. وصلت للسطر الـ13، اشتغلت فوق الـ4 أعمدة 4 أعمدة، واشتغلت 4 فراغات، وفي الفراغ الخامس هشتغل أعمدة. وهشتغل دي كلها كده فراغات، بما فيهم الـ4 أعمدة دول كمان هشتغل فيهم فراغ. يعني لو عديت دول الفراغات دي هلاقيها 15 فراغ. ونرجع نكمل. بعد ما اشتغلت 15 فراغ هشتغل أعمدة في الفراغ، وبعدين فراغ فوق الأعمدة، وأعمدة في الفراغ اللي بعده على طول.
بعد كده هشتغل 5 فراغات. وهشتغل في الفراغ السادس أعمدة. هشتغل فوق ال4 فراغات دول 4 فراغات. وفوق الأعمدة أعمدة، هاي الأعمدة دي هشتغل فوق كل عمود عمود. لو عديناهم هنلاقيهم 10 أعمدة. وفوق الفراغ ده هشتغل فراغ، هشتغل بقى فوق ال4 أعمدة دول 4 أعمدة، وفي الفراغين دول أعمدة، وفوق ال7 أعمدة دول برضو 7 أعمدة. وهشتغل فوق الفراغ ده فراغ، وهشتغل أعمدة فوق كل عمود عمود، دول 7 أعمدة، هشتغل فوقيهم 7 أعمدة، والفراغ اللي بعدهم على طول برضو هشتغل فيه أعمدة. بعد كده هشتغل 3 فراغات فوق ال3 فراغات. والأعمدة دي كلها هشتغل فوق كل عمود عمود. بعد ما اشتغلت فوق كل عمود عمود هشتغل 12 فراغ، والفراغ ال13 هشتغل فيه أعمدة. بعد ما اشتغلت 12 فراغ اشتغلت في الفراغ ال13 أعمدة، هشتغل بقى 4 فراغات وفوق ال4 أعمدة 4 أعمدة، ونرجع نكمل السطر الجاي مع بعض. وصلنا للسطر ال14، اشتغلت ال4 أعمدة اللي هم في بداية السطر. بعد كده هشتغل 3 فراغات،
الفراغ الرابع هشتغل فيه أعمدة. وهشتغل فراغين والفراغ التالت هشتغل برضو فيه أعمدة. وهشتغل كمان فراغين والفراغ اللي بعدهم برضو هشتغل فيه أعمدة. بعد كده هشتغل 6 فراغات والفراغ السابع هشتغل فيه أعمدة، وهشتغل عمود فوق كل عمود. الأعمدة اللي هتقابلني دي كلها هشتغل فوق كل عمود عمود. اشتغلت فوق كل عمود عمود، في نهاية الأعمدة بقى هشتغل فراغ، يعني مش هكمل الأعمدة للآخر، في نهايتها هشتغل فراغ. وهشتغل كمان 3 فراغات، هيبقى عندي 4 فراغات. بعد كده هشتغل فوق كل عمود عمود، وفوق الفراغ ده فراغ. هشتغل بقى فراغين فوق الأعمدة. بعد ما اشتغلت الفراغ اللي فوق الفراغ هشتغل فراغين فوق الأعمدة، هيبقى عندي 3 فراغات. وهشتغل فوق كل عمود عمود، يعني هشتغل 7 أعمدة كده، 3 4 5 6 7. وهشتغل فراغ فوق الأعمدة، وهشتغل في الفراغ ده أعمدة. الفراغ اللي قبل الأعمدة ده على طول هشتغل فيه أعمدة. وهشتغل فوق كل عمود عمود، وفي نهاية الأعمدة هشتغل فراغ. يعني أنا لو عديت الأعمدة دول هلاقيهم 7 أعمدة وفي نهايتهم فراغ. شايفين الوردة ابتدت تتشكل معانا. بعد كده هشتغل 3 فراغات بالفراغ اللي اشتغلته فوق الأعمدة، يبقى 4 فراغات. الفراغ اللي بعده على طول هشتغل فيه أعمدة. بعد كده هشتغل 5 فراغات، فراغ فوق الأعمدة و4 فراغات فوق ال4 فراغات. والفراغ اللي بعدهم على طول اللي هو قبل الأعمدة دي هشتغل فيه أعمدة. وهشتغل فراغ فوق الأعمدة
وأعمدة في الفراغ. بعد كده هشتغل 11 فراغ. فراغ فوق الأعمدة وعشر فراغات فوق العشر فراغات. هشتغل في الفراغ ال 12 أعمدة. وبعدين هشتغل فراغين. وأعمدة في الفراغ الثالث. وفراغين وأعمدة. فراغ فوق الفراغ وفراغ فوق الأعمدة. وأعمدة في تالت فراغ. بعد كده هشتغل 3 فراغات فوق ال 3 فراغات واربع أعمدة اللي في نهاية السطر ونرجع نكمل. وصلنا للسطر ال15. اشتغلت فوق ال 4 أعمدة 4 أعمدة. هشتغل فراغين. وهشتغل أعمدة في الفراغ الثالث. وبعدين هشتغل فراغين. فراغ فوق الأعمدة وفراغ فوق الفراغ. بعد كده بقى هشتغل دي كلها أعمدة. دي هنا في الفراغ ده أعمدة، فوق الأعمدة هنا برضو أعمدة، في الفراغين دول وفوق الأعمدة دي والفراغ اللي بعد الأعمدة دي كلها كده هشتغلها أعمدة ونرجع. بعد ما اشتغلت الأعمدة هشتغل 11 فراغ. بعد كده هشتغل أعمدة في الفراغ ده وفراغ فوق الأعمدة وأعمدة في الفراغ اللي بعده. بعد كده هشتغل 5 فراغات 4 فراغات فوق ال 4 فراغات وفراغ فوق الأعمدة. هشتغل أعمدة في الفراغ اللي بعدهم على طول اللي بعد ال 5 فراغات. بعد كده هشتغل 5 فراغات 3 فراغات فوق ال 3 فراغات وفراغين فوق الأعمدة. بعد كده هشتغل 4 أعمدة فوق ال 4 أعمدة وأعمدة في الفراغ. وفراغين فوق الأعمدة. في هنا 7 أعمدة هشتغل فوقيهم فراغين. وهشتغل في الفراغ ده أعمدة. وفوق الفراغ ده فراغ. هشتغل بقى فوق الفراغ ده أعمدة وفوق الأعمدة دي كلها أعمدة.
هشتغل بقى دي كلها كده فراغات لغاية ما اوصل للأربع أعمدة دول عشان نرجع نشتغل فيهم مع بعض. دي كلها كده فراغات حتى فوق الأعمدة ونرجع نكمل. اشتغلت الفراغات، لو عديناهم هنلاقيهم 14 فراغ. بعد كده هشتغل في الفراغ ده أعمدة، وأعمدة فوق الأعمدة، وأعمدة في الفراغين، أعمدة فوق الأربع أعمدة. وأعمدة في الفراغ اللي بعده على طول، وبعدين هنشتغل فراغين وأعمدة. فراغ فوق الفراغ، وفراغ فوق الأعمدة، وأعمدة في الفراغ. هشتغل بقى فراغين فوق الفراغين، وأربع أعمدة اللي هما في نهاية السطر. كده انتهينا من السطر الخمستاشر. إن شاء الله الفيديو الجاي نكمل المفرش مع بعض. دمتم في حفظ ورعاية الله.